أن تشاهد دراجة نارية في الشارع أصبح أمراً عادياً في الأراضي الفلسطينية، لكن أن تقود فتى الدراجة النارية فهذا شيء جديد في مجتمع يضع قيوداً على ما يمكن للمرأة أن تفعله. هي سوى حسين أول فتاة تقرر كسر العادات والتقاليد، وإن لم يكن كسرها السبب الرئيس لركوبها الدراجة النارية بل هو الشغف. أثناء ما كنت أخذ الرخصة كنت ألبس يعني عشان أتخفى نوعا ما، بديش أبين إنه صبية، وكمان خوفي من المجتمع إنه يعني صبية عمالها بتطلع على المطور إشي مش اعتيادي عنا. فمن ردة الفعل الناس كيف تعاملوا معي أنا كنت أنفتح أكثر، يعني شفت ردة فعل كتير إيجابية وتقبل كتير عالي. سهى التي تأتي من عائلة تعرف بالمحافظة والتقليدية لاقت في البداية معارضة من أهلها، إلا أن والدتها التي رأت حب ابنتها طوال حياتها لروح المغامرة والتحدي دعمتها بتحقيق حلم لطالما راودها. هي بس اللي بيختلف فيها إنها عندها شجاعة أكثر من كل الصبايا، يعني في كثير بيخافوا يركبوا على موتور، يعني فيش عندهم هاي الشجاعة إن أنا بدي أركب بالهواء هيك، يعني أي حادث لا سمح الله بصير ولا أي إشي، فهي عندها هاي روح المغامرة يعني موجودة في نفسها، فأنت كيف بدك تأخذيها منها؟ لم تكن سهى أول فتاة فلسطينية فقط تحدت المجتمع وأخذت الدراجة النارية وسيلة حياة لها. فسهى انضمت لفريق العنقاء للدراجات الكلاسيكية، هو الفريق الأول من نوعه أيضاً في فلسطين، ولد من ثنايا حلم راود نادر مرعي وصديقه كريم. أنا وأصدقائي بلشنا في الموضوع هذا اللي نكون جمع حالنا ونقدر نرتب الرياضة هاي في فلسطين. لليوم في تحديات لأنه أصلاً الثقافة مش موجودة في البلد، الشوارع عنا لسه مش كتير كلها مؤهلة لأنك تقتني دراجة نارية، والشغلة الأهم من هيك إنه بنحاول نجمع أكبر عدد ممكن اللي نقدر نغير في هذه الثقافة الموجودة عندنا في البلد اللي هي مش موجودة عملياً. سهى الفتاة الوحيدة في فريق العنقاء للدراجات، وجدت دعماً كاملاً من الفريق وتشاركهم جولاتهم الأسبوعية، وفي نهاية هذا الشهر ستشارك مع فريقها في مسابقة في الأردن، فالموهبة هنا تحولت إلى فريق كامل ينافس دولياً باسم فلسطين. من رام الله فاتن علوان الحرة.